بكم من جديد. اليوم تقنا لكم هذا العود الجميل، خشب الوجه من السيدر والظهر من الجوز. راح نعرض الصور اكيد بعد شوي. تمام، عندنا المفاتيح من الابانوس النوع الممتاز، والزند عيالي. وضحنا طبعا ميزه زند العيالي من قبل، اللي هي انك انت بتقدر تتحكم بمستوى بعد الوتر عن المسطره، وكذلك بتحمي الزند العود من التقوس مع مرور الزمن. بالنسبه للمسطره هي من الجوز كذلك، والاوتار من البيراميد لوت فافا. خلينا نسمع صوت هذا العود. صوته بالقرارات اكثر، نعزف مثلا البياتي لا ونختم. Thank you.
هذا الشكل عزفنا في جميع المساحات في هذا العود. هنا نجي للاختبار الاخير اللي بيجي على كل عوادك والعزف على الفينجر بورد كامل. الجميع وإلى اللقاء.